نتائج الجولة التاسعة من الرابطة الاحترافية الأولى ونتائج الجولة الحادية عشر من الرابطة الثانية سيكون ذلك في الشوط الثالث التي ينطلق الآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا البرنامج الذي سيكون كالعادة رفقة محلل البرنامج ومحلل التلفزيون إبراهيم زافور. مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين وراء الشاشة. وسيكون معنا أيضا خبير التحكيم محمد بشاري. مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم وسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام. إذن نتابع فيما يخص التحكيم، واليوم نسعد كثيرا باستضافة الضيف البرنامج عز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى. سيدي مساء الخير وشكرا لحضورك معنا. مساء الخير لكم كل المشاهدين الكرام وكل أنصار النجم في كل مكان. أنصار النجم سيتابعون هذه الحصة بكل تفاصيلها، سيكون لنا إن شاء الله الوقت الكافي للحديث عن نجم مقرى وعن ما حدث في البطولة الوطنية الاحترافية برابطتيها الأولى والثانية، الرابطة الأولى التي أدركت الجولة التاسعة التي لعبت يوم الأربعاء، وأيضا الرابطة الثانية التي لعبت الجولة الحادية عشر منها والتي كانت أمسية اليوم السبت، وستكون هي الأخرى تحت الضوء وفي المتابعة. لكن البداية ستكون كما جرت العادة بالدقيقة الثالثة. مرة أخرى العنف يفسد علينا جمالية كرة القدم. مباراة اتحاد بسكرة مولودية الجزائر عرفت أحداث مؤسفة وتصرفات من أشخاص لا يحبون الاتحاد البسكري ولا المدينة أساءوا إلينا جميعا. أتلتيك بارادو على بعد 90 دقيقة عن دور المجموعات لكأس الكاف. أشبال شالو بعد أن عادوا بالتعادل السلبي من كامبالا يعولون على نتيجة تضمن لهم العبور سهرة الأحد أمام الخصم الأوغندي. ملعب الشهيد عمر بن رابح بالدار البيضاء، وبعد أشغال التهيئة استضاف مباراة النصرية والصورة ليقلل من مشكل الملاعب في العاصمة. الملعب التاريخي 20 أوت بالعناصر هو الآخر، وبعد انتهاء الأشغال استضاف مباراة شباب الوزداد والوفاق الصيفي بحلة جديدة وإضافات جمالية. في كرة القدم العالمية الناخب الوطني جمال بالماضي مرشح لجائزة أحسن مدرب في جوائز جلوب سوكر بالإمارات. وفي أخبار محترفين إبراهيم يواصل التوهج في الدوري القطري وبصم على ثنائية جديدة رفقة ناديه الريان، بينما والناس تعافى كليا من الإصابة والعودة قريبة. الدقيقة الثالثة إذن كانت من إمضاء الزميل هشام سعدودي، وكان فيها أبرز ما حدث في هذا الأسبوع من مختلف الملفات الرياضية. وأبدأ معك إبراهيم، ربما أهم شيء لفت انتباهك في هذا الحصاد بالنسبة لهشام. لا يوسف، عارف بلي احنا ندو دائما ضد العنف في الملعب. احنا كي شفنا لنا المباراة يعني الاتحاد بسكرة ضد مدية الجزائر، يعني شيء مؤسف انه اصابه الحكم يعني في هذه المباراه، رغم ان نظن انه المباراه مشت في ظروف عاديه وفي روح رياضيه، لكن يعني صرا اللي صرا في هذه المباراه، وحنا دائما ضد هذه الاشياء يعني في الملعب، ضد هذ المناصرين يعني كل مره يعني يفسدوا العرس ام يعني يكونوا سبب عقوبه الفريق تاعهم، ام يعني حتى انه يفقد 3 نقاط في هذه المباراه. ظننا انه هذا شيء مؤسف، ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوا هذه الامور في هذا الملعب ان شاء الله. طيب سيد عز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى، اهم ربما نقطه اللي تحب تتوقف عندها من خلال الحصاد اللي قدمه لنا هشام. طبعا نقول نادي بارادو لان اول تمثيل افريقي بالفعل. يعني اول تجربه افريقيه رايح للمجموعات وبشبان صغار، يعني هذا يخلينا نرجعوا نفكروا كثير في التكوين ان شاء الله يا رب. سيد محمد بشاري، الشيء الملاحظ هو العوده الى الحكم بوزرر اللي كان عنده دور في هذه المقابله جيد، كان له ان بيتي بليسير في الراس يعني اللي حتمته اللي كان فرض القانون ليوقف المقابله، لكن انا نقدر نقول لك باللي كان شيء سي ان اكتيزولي، يعني المقابله جات في امور وروح رياضيه عاليه جدا جدا هي حجره لقاس الحكم. نتمنى له الشفاء العاجل في اقرب وقت ان شاء الله. ابراهيم، وانا عن دوري من دون شك حختار الناخب الوطني الذي رشح لنا الى جائزه احسن مدرب في جلوبال سوكر، نتمنى له التوفيق بعدما كنا أبطالا لإفريقيا منذ أيام فقط حتى ما نقولش أشهر. كل التوفيق إن شاء الله للناخب الوطني. طيب مدام سيد عز الدين بن ناصر، فتحنا مباشرة
الحديث أيضا عن ممثل الجزائر في كأس الكاف نادي بارادو ربما هو الآخر يرسم مسارا ومستقبلا إن شاء الله نتمناه زاهرا له، خاصة في المنافسة الإفريقية، فهو الآن يلعب لأول مرة في تاريخه للدخول لدور المجموعات بعدما وصل إلى بعد 90 دقيقة. لقاء الذهاب كان انتهى مع كامبالا سيتي بصفر لصفر، راح نقول أنه النتيجة مفخخة، لكن كيف يحضر نادي بارادو للقاء العودة الذي سيكون هذا الأحد بملعب 5 جويلية؟ الزميل عبد الرزاق رمضان يفصل. بعد عودته بالتعادل السلبي من أوغندا لدى مواجهته لكامبالا سيتي، يسعى أتلتيك بارادو لمواصلة المغامرة والفوز في مواجهة العودة وحجز مكان له في دور المجموعات في أول مشاركة قارية للأتلتيك. Nous sommes à jouer avec les champions d'Ouganda. Nous ne sommes pas à jouer avec quelque équipe. Nous sommes à jouer. Je pense que n'est pas une responsabilité. Il y a toujours une ambition équilibrée. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut travailler. Il n'y a pas rien à gagner. Nous n'avons pas gagné rien jusqu'au moment. Nous avons gagné seulement une chose. C'est tout à fait. Une chose remarquable, c'est la première fois que nous sommes dans la CAF, c'est la première fois que ces joueurs jouent à la CAF. Et maintenant, jusqu'au moment, nous sommes bien. تحضيرات أشبالي فرانشيسكو شالو للمواجهة خاضوها بجدية بالغة، وهدف الطاقم الفني إيجاد التوليفة اللازمة في ظل الغيابات النوعية والمتمثلة في صورة القائد المعاقب بوشينا والمصابين حمودي طاهري بن عياد الباي ومسباح، إضافة إلى إسلام عروس. وضعية يعيها جيدا رفقاء موالي، لكنهم يملكون ثقة كبيرة في إمكاناتهم لتخطي عقبة كامبالا سيتي. عندنا بزاف غيابات مي كاين لي زيسبوار اللي راح يلعبوا كما لعبوا في لو ماتش اللي راح يزيدوا يلعبوا لو ماتش روتور، وان قدروا نتكلوا عليهم ويديروا مباراه في المستوى. مباراه العوده مش راح تكون سهله علينا باسكو لادفيرسير وين شفنا في مباراه الذهاب وين بيان جوي، ان شاء الله نكونوا فيغوتي وبيان بلاسي نسمعوا لي كونسي تاع المدرب. حنا رانا نوجدوا كما راكم تشوفوا نوجدوا لهذه المقابله على بالنا بلي راح تكون صعيبه وندخلوا لها بكل جدية وإن شاء الله لا فيكتوار. 90 دقيقة أمام أبناء المدرسة لدخول تاريخ كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمطالب من محبي اللعب الجميل الحضور إلى ملعب الخامس جويليا لمؤازرة ومساندة الممثل الوحيد للجزائر في هذه المنافسة القارية. 90 دقيقة فقط تفصل الباك لدخول التاريخ ومواصلة كتابة التاريخ، ونتمنى له التوفيق. طبعا ستكون مباراة مفخخة إبراهيم من دون شك، رغم أنه بارادو يلعب من دون عقدة، خاصة أنه تأهل أمام فريق اللي عنده تاريخ في الدور الماضي. أيضا النتيجة صعبة كثير، 0-0، يعني الفريق بارادو مطلوب منه أنه باش يفوز بهذه المباراة، لانه يعني تعادل نتيجه سلبيه في يعني خارج ديار، لكن مباراه العوده مطلوب منه باش يسجل اهداف، وراه يعني عنده يمكن ثاني عنده مصابين وعنده يعني لاعب مقصى نظن اندارين، يعني هذا الشيء اللي يصعب شويه من مهمه بارادو نقص الخبره، لكن يعني عندهم امكانيات باش يفوت يتجاوزوا هذه المرحله ويدخلوا للمجموعات رغم كل يعني النقائص اللي فيه، لكن يعني عندهم نقدروا نقولوا لاعبين شبان يقدروا يعني يقدروا يفوتوا هذه المرحله. سيد عز الدين بن ناصر، نادي بارادو ربما هو عبره للكثير من الفرق الجزائريه بعد ما تمكن انه بين قوسين يصدر اللاعبين للخارج، والان يلعب من دون عقده في منافسه قاريه ايضا. طبعا ما يخفلكش ان التكوين هذا عنده سنين كما يقولوا نادي بارادو، عنده عده لاعبين اللي راهم راحوا لاوروبا، كذلك يعتمد على انهم اللعب الجميل كما ما يهموش النتيجه، النتيجه تجي وحدها، دائما يلعبوا من اجل الاداء، والاداء نتاعهم دائما في المستوى المطلوب. انا متاكد باللي رايحين يفوتوا الدور هذا ويروحوا لدور المجموعات. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله. وقبل ان نبدا بالحديث، ربما اليوم سنخالف العاده ونبدا بالرابطه الثانيه،
نفتح المجال لرئيس نجم مقرا ويبتسم على فكرة، لأنه الحديث سيكون خاص جدا وسيكون بقلب مفتوح أتمنى ذلك. النجم بعدما صنع تاريخه هو الآخر ووصل إلى دوري الأضواء في الرابطة الأولى يعاني من بعض المشاكل، كنت رميت المنشفة في الجولة الأخيرة الجولة الماضية، واليوم لك ما تقول. ربما مانيش حاب نحصرك بسؤال، أنا حاب نخليك تعبر ثم الأسئلة ستكون من خلال البرنامج. دائما في تصريحاتي كلها دائما صريح، لأني ما عندي ما نخبي كما يقولوا، لأن عند نهاية الموسم اللي فات وكان توج بالصعود وكان صعود تاريخي، لأن احنا من الرابطة في موسمنا الأول في الرابطة المحترفة الثانية صعدنا للرابطة المحترفة الأولى، صدمنا كما يقولوا، لأن الفريق الوحيد في الجزائر اللي يصعد وما يتكرمش في السنين اللي فات كلها. لماذا؟ لأن جهد نتاع لاعبين، أنا مانيش نحوس أن نتكرم لأني أنا عندي 22 سنة بريزيدون، ما نحتاج حتى واحد يكرمني. وهذه الحقيقة، اللاعبين وستاف تكنيك وستاف ميديكال والناس اللي كانوا الإداريين وغيرهم يعني عام يحتاجوا إلى التفاتة فقط. إحنا مش نحوسوا التفاتة مادية وإنما هي المعنوية فقط. الحاجة الأساسية الثانية أن ما كان حتى واحد صد لنا، لأن الفريق الوحيد في الولاية المسيلة اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى، وهذا صعود تاريخي. أول فريق يعني يكون في الرابطة المحترفة الأولى. الوالي في ذاك الوقت يعني نقولها ونعودها، يعني مانيش كي راح من الولاية نقول كذا، يعني ما كانش معنا في المستوى المطلوب، يعني كان كما يقولوا، لأن حتى زيد على ذلك أن مش غير التكريم فقط، حتى ممكن الشيء اللي كان موجود علينا أن مثلا يخصوا مبالغ للملعب حوالي 12 أو 13 مليار يحسبها على الفريق، يقول أنا مديت النجم مقرا حوالي 25 مليار، وهي كانت مخصصة للملعب، وهي كانت مخصصة، يعني إحنا كتجي تقول 12 مليار، إحنا طلعنا بفريق الرابطة المحترف الأولى فريق يطلع ب 12 مليار، هذه أول مرة تصرع في تاريخ الكرة الجزائرية، نضمن الناس هذا تتعاون. إحنا يا بعد ما شفنا قلنا إحنا ممكن راه العيب فينا إحنا، يعني كإدارة أو كرئيس فريق، أعلنا الاستقالة نتاعنا في ماي في رمضان إلى غير ذلك، مشير بمايو جوان ما كان حتى واحد التفت، ممكن حتى أمور اللي أخطر من هذه أننا ممكن دوي ممكن حتى في ملفاتنا وغيرها، ولكن لقونا الناس صافيين ما عندنا حتى شيء، ما عندنا ما نخبيه. بعد ذلك بدأت يعني كما نقولوا إحنا العقلاء، وكان رئيس مجلس الشعب الولائي اللي هو من مقرى زميل وأخ وكذلك، ورئيس البلدية اللي هو كذلك من لافهمي بن ناصر وغيرها من الناس اللي كانوا في مقرى، طلبوا خدمات، طلبوا من جديد يعني، وراح الحال يعني احنا ربع جوان ربع جوي يعني فرق بدات تحضر، واحنا مازال حتى ما بديناش، يعني بدينا حتى ممكن اللاعبين اللي كنت انا محضرهم في النادي ديما نحضر من جونفي حتى الماي، التفكير في نهاية الموسم الجديد، وهذه هي ديما السياسه نتاعي، حتى اللاعبين دروك راهم يصنعوا افراح نتاع فرق اخرى، حتى اللاعبين اللي طلعوا معنا حوالي 5 واللاعبين اللي راهم في تلمسان وغيرها، كل اللاعبين تاعنا راهم في فرق اللي راهم يلعبوا، يعني حتى كنا احنا راح نشدوا لوساتير حوالي 15 لاعب ما تحققش، وبدا عاد جينا بالسرعه هذيك بكذا، لقينا رواحنا يعني في 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 ظروف صعبه جدا، بداوا بوعود كما يقولوا، وعود هذه ما كانش، فريق يمشي باعانه تاع زوج ملاير تاع بلديه وزوج ملاير تاع ولايه وينتظروا فيك، لان يعني شيء معاناه كبيره، ما كان حتى التفاته من جميع النواحي، وهذا هو الشيء اللي اثر علينا كثير. نلعبوا حتى الملعب، الاشغال تاع الملعب اللي كنا نتمناوها يعني تكون منذ العام اللي فات، احنا العام اللي فات نقول لهم مثلا اخدمونا الملعب، يقول لك انت اطلع اطلع ورانا نخدموا الملعب، سبحان الله العظيم، ولو كانت المبالغ مخصصه 9 ملاير مخصصه يعني الاشغال تاع الملعب من مورا هي انتهت، ورانا نلعبوا في مقرى، تتصور انت انك تروح تتدرب في راس الواد يعني حوالي 50 كيلومتر، ومن على هذا المنبر نشكر كثير سكان راس الواد اللي استقبلونا بحفاوه كبيره وحوسونا نلعبوا في الملعب تاع راس الواد، ولقينا كل الترحاب سواء من جميع النواحي من الاطارات تاع الملعب وغير، هذه مش مجامله يعني، مدينه رياضيه باتم معنى الكلمه، وتروح تتنقل انك تلعب في سطيف. الحاجه اللي مثلا احنا مثلا يوم الثلاثاء مساء، الرابعه والنصف مساء، وغدوه المقابله على الثلاثاء تاع العشيه، يعني اقل من 24 ساعه ما على بالناش وين نلعبوا.
بالفعل يعني هذه معاناة كبيرة. كل هذه الأشياء خلتنا نشوفوا نجم المقرى بالصورة اللي بالصورة اللي يظهر بها. احنا كنا نتمناو زيد على ذلك أن احنا رانا فرق في الرابطة المحترفة الأولى يعني بالفعل. 16 فريق يعني ماناش نحوسوا احنا نعامل كما تعامل المولودية أو اليازمة أو كذا، ولكن على الأقل حق صغير التفاتة من وزير الشباب والرياضة من الدولة الجزائرية من كذا، هذه فرق جزائرية وإحنا رانا كل ولاد الجزائر ونتمناو أننا نعامل ولو ب10% من ما يعامل هذه الفرق إن شاء الله. هذا طيب سيكون لنا عودة للتفصيل في كلامك أيضا السيد بن ناصر، وسندخل للحديث عن المحترف الثاني لكن بعد الفاصل. والبداية في نتائج الجولة 11 للبطولة الوطنية الاحترافية الرابطة الثانية التي لعبت أمسية أو عشية هذا السبت، وسنبدأ بلقاء القمة الذي جمع بين شبيبة سكيكدا واتحاد عنابة. المباراة تعتبر مباراة محلية، شاهد عدد الجماهير المتواجدة كما جرت العادة، وصور جميلة جدا صنعها أنصار الفريقان كما جرت العادة، كل من وصورة في روح رياضية كبيرة ومعبرة بالنسبة للفريقين. إذن البداية كانت هكذا، كانت للزوار لاتحاد عنابة وفتح باب التسجيل عن طريق هدف في الدقيقة 7. إذن اتحاد عنابة كان هو المبادر وصاحب الهدف الأول عن طريق إذن هدف في الدقيقة 7، والعودة كانت لشبيبة سكيكدا كما نشاهد ونكتشف في الصور على المباشر، هدف في مخالفة مباشرة في الدقيقة 19 للمهان الذي عدل النتيجة، وبقيت المباراة بهذه النتيجة بهدف لهدف إلى غاية نهاية المباراة، مباراة عرفت متعة كبيرة وانتهت بالتعادل. نقدر نقول النتيجة عادلة، ولكن كل فريق كان بإمكانه باش يعني يفوز بالمباراة اليوم. حنا دخلنا مليح في المباراة، كنا مركزين مليح، سجلنا هدف، خذينا الأسبقية، ولكن بعد الهدف ما فهمتش يعني التراجع تاع بعض اللاعبين للخلف، شيء خلانا نرتكبوا عدة أخطاء دفاعية، وعلى بالنا القوة تاع الشباب سكيكدا يعني في الكرات الثابتة، والدليل على هذا التعادل تاعهم جاء بعد كرة ثابتة. كانت عندنا نوع من الصعوبات خاصة في ربع ساعة الأخر تاع الشوط الأول، كان عندنا خلل في وسط الميدان، شيء اللي خلق لنا صعوبات كثيرة خاصة في استرجاع الكرة، ولكن أنا نظن في الشوط الثاني بعد التعديلات اللي درناهم أنا نظن كنا متحكمين مليح في المباراة، الإكيليبر كان موجود بين اللاعبين تاعنا، عرفنا ما كانتش خطورة كبيرة من طرف شباب سكيكدا اللي كانوا يحوسوا إلا على الكرات الطويلة ويحوسوا على الأخطاء، حنا عرفنا كيفاش يعني تصدوا إلى كل المحاولات اللي داروهم. خروج الكرة تاعنا كان جيد، ولكن دائما في النهاية ما نخلصوش مليح، لأن قلت كان بإمكاننا على الأقل نسجلوا هدف ثاني نظرا عن الفرص اللي خلقناها. نقدر نقولوا ديربي محلي كانت فيه إرادة كبيرة يعني من طرف الزوز فرق، كل فريق دخل بنية يعني نتيجة إيجابية. على العموم قلت لك يعني نقدر نقولوا لو ريزيتا ايتي كيتابل. إذن مباراة بطابع محلي، شاهدنا صور جميلة جدا على المدرجات وأيضا بين الفريقين، والمباراة انتهت بالتعادل هدف لهدف. براهيم يعني جارين يعني لعبوا المباراة جميلة، نظن أنه اتحاد عنابة راهو في سلسلة نتائج إيجابية بعد ما جاء نظن المدرب موسى، يعني راهو في تحسن متواصل. أما شبيبة سكيكدا نظن أنه ضيع نقطتين اليوم اللي يخليه يلتحق بالرياده، يعني باش ما يكونش فيه الفارق كثير بين الرواد والملاحق فريق شبيبه سكيكدا. ثلاثي التحكيم سيدة رباعي التحكيم بقياده الحكم رباعي التحكيم بالفعل بقياده الحكم الفيدرالي سعيدي بمساعده الحكم ميراوي وحاج سعيد الحكم الرابع السيد باطوش. تبدو المباراة ما فيهاش ولا حالة تحكيمية. ومباشرة للمباراة الثانية التي نقترحها عليكم في الشوط الثالث، وهي المباراة التي جمعت بين أمل بوسعادة ودفاع تجنت. المباراة غطاها لها تلفزيون إسماعيل ميلودي. تواجد أمل بوسعادة في مؤخرة الترتيب أمر وضعه أمام حتمية الفوز عندما استقبل دفاع تجنت بملعب مسيلة في مباراة لم تكن بالسهلة للطرفين. الشوط الأول لم نشاهد فيه الكثير من فرص التسجيل، وحملات هجومية سارت في اتجاه واحد من طرف أمل بوسعادة الذي ضيع في أكثر من مناسبة.
توقيع هدف السبت بواسطة بعلي وبن علال، ليعود بعلي في دقيقة 27 ويقود هجمة منظمة بتمريرات قصيرة وكرة تصل غياب في هذا الأخير يوقع هدف السبت ويمنح أفضلية لزملائه في المرحلة الأولى. الشوط الثاني تحسن فيه أداء الفريقين وارتفع رتم المباراة بمبادرة هجومية كانت من دفاع تجنت الذي خرج من الدفاع باحثاً عن هدف التعادل. ورغم تماسك دفاع الأمل والتصدي لعدة كرات خطيرة إلا أن إصرار الضيوف على التسجيل كان الأقوى في الدقيقة 65 بعدما استغل البديل عقار توزيع على الجهة اليمنى مسكناً الكرة الشباك معدلاً بذلك النتيجة. وفي الدقيقة 79 كرة ثابتة للدفاع نفذها الصاحبي بإحكام، الحارس العوشيش يتألق في إبعادها إلى الركنية. أخذ ورد من الطرفين ودفاع تجنانت يقلب الطاولة على منافسه في الدقيقة 80 بعد عمل ثنائي من البديلين قصدي الذي مرر إلى عقار، هذا الأخير يضيف الهدف الثاني. هدف لم تدن فرحته أكثر من دقيقة لدفاع تجنانت بتعديل أمل بوسعادة النتيجة بواسطة بوسعيد بعدما سدد كرة قوية على الجهة اليمنى لترتفع بعد حمى المباراة في دقائقها الأخيرة وتزداد الإيقاظ خاصة بإعلان الحكم نادر ضربة جزاء لصالح أمل بوسعادة بعدما تعرض أحد اللاعبين إلى العرقلة داخل مستطيل العمليات. ضربة جزاء نفذها بعلي بنجاح مانحا التقدم من جديد للأمل الذي حافظ على النتيجة والفوز بالمباراة رافعا رصيده بذلك إلى 13 نقطة. الحمد لله بور لا فيكتوار هذه اللي ما جاتش بالساهل، تفرجت الماتش كيفاه جا، كنا رابحين ومن بعد ولاو قاليزاونا وزادوا ماركاونا عشان رجعنا في الريزلتا. الحمد لله يا ربي هذه الريزلتا هذه كونفيرميو بها النقطة اللي جبناها من الأخر إن شاء الله وتخلينا توجور نلعبوا أليز إن شاء الله. وين المباراة اليوم كانت شوية صعيبة مع فريق بوسعادة وين كان خصم صعيب علينا بزاف. بون بريمي ميطون ما دخلناش مليح في المقابلة، ابري ماركاونا من بعد في دوزيام ميطون وين عدنا في النتيجة ومن بعد تفوقنا في النتيجة وين سجلوا لنا هدف قاتل. إذن المباراة انتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين لصالح أمل بوسعادة أمام دفاع تجنات، والمباراة عرفت تسجيل 5 أهداف كاملة. إبراهيم يعني شيء جميل كي نشوفوا كره يعني فيها اهداف، يعني يكون يعني هذه المتعه للمناصرين يكونوا في الميدان يعني يشوفوا يعني اهداف ويشوفوا لعب. لكن هنا في المباراه شفنا يعني فريق تجنانت يعني كل خرجات تاعو تقريبا يعني ما قدرش يعني غير موفقه ما يجيبش يعني نقاط من خارج الديار. ما بوسعادة اليوم يعني بهذا الفوز يخليه يتنفس ويخرج من اواخر الترتيب. يعني اليوم يعني راهو ب 13 نقطة، نظن انه نقدر نقولوا في تحسن النتائج، لكن رغم نتائج متذبذبة يعني لكن مازال يعني المشوار طويل احنا نتمناو يعني لهذه الفرق اللي راهي في صعوبة يعني انها تستيقظ ونشوفوا يعني نشوفها في احسن ترتيب. خاصة واننا نلعب الجولة 11 ولا زالت مرحلة الذهاب قبل مرحلة العودة. إذا نتكلم على التحكيم أيضا وخبير التحكيم محمد بشار يقف، ولما يقف خبير التحكيم يعني فيه لقطة محل نزاع. سنتوقف عند ضربة الجزاء الممنوحة لأمل بوسعادة. في هذه المقابلة هناك لحظة تحكيمية واحدة، لقطة تحكيمية سنسلط عليها الضوء، تمركز الحكم أكثر من جيد. شوفوا لهنا اللاعب دفاع تجنان ضيع الكرة، باش يلعب بالكرة ما لعبش الكرة، وقف رجل اللاعب تاع أمل بوسعادة، وقف رجل اللاعب لم يلمس بتاتا الكرة ولمس رجل اللاعب، تدخل بإهمال. كان الحكم هنا متوقف، كان تمركز تاعو أكثر من جيد، ضربة جزاء بإهمال بدون بطاقة صفراء. بتهور تريد أن تقول بإهمال؟ لا إهمال. مش تهور، بإهمال بدون بطاقة صفراء، قرار صحيح من الحكم السيد نادر. إذن الأمور واضحة بالنسبة لخبير التحكيم السيد محمد بشاري. ومباشرة لمباراة أخرى نقترحها عليكم، وهي المباراة التي جمعت بين مولودية سعيدة ومولودية بجاية، المباراة التي انتهت كما بدأت. المبادرة في صنع الفرص كانت من جانب مولودية سعيدة في مواجهتها للضيف مولودية بجاية، ومن أبرز هذه الفرص كرة نوبلي والقائم يرد نيابة على الحارس بن شريف.
من جهتها عناصر الهجوم البجاوي شكلت ضغطا نسبيا صعبا من مأمورية الفريق المحلي. اللعب الحذر من الفريقين أدى إلى عقم الهجوم وكان العنوان الأبرز للشوط الأول. الشوط الثاني كان كسابقه من ناحية خلوه من الأهداف، رغم أن اللاعب صديق من مولودية سعيدة كان الأقرب إلى التهديف، لكن الحارس بن شريف يتألق في إبعاد الكرة. بدوره حارس مولودية سعيدة بهدى ينقذ مرماه من كرة ساخنة على مرتين من اللاعب قادري. الأفضلية الهجومية لمولودية سعيدة لم تفضي لأي نتيجة إلا نتيجة التعادل السلبي بعد أن خطفت مولودية بجاية نقطة ثمينة من المضيف مولودية سعيدة. وزميلي بالمهدي بالمهل، الفريقان يبقى يتقسمان المركز العاشر ب 13 نقطة لكل من مولودية بجاية ومولودية سعيدة. أيضا نظن فريقين نراهم في يعني في نظن في أزمة نقدر نقولوا مالية، يعني حتى أزمة النتائج، أزمة نتائج خاصة، يعني خاصة نظن أن الفريقين راهم في نفس المرتبة ويتقاسموا أواخر وسط الترتيب. نظن يعني لازم يعني هذا الفرق كما مولودية بجاية او يعني سعيدة، يعني كل موسم كما نقدروا مولودية سعيدة، يعني كل موسم يعني ما تلقى صعوبات باش يعني تقعد في المحترف الثاني. نظن ان لازم يعني يوجدوا حلول باش يعني يتحسن المردود تاعهم ويلعبوا بأريحية وحتى انه يعودوا للمحترف الاول. في ما يخص التحكيم، المقابله بقياده الحكم الدولي بكواس الياس بمساعده سليماني، والحكم الثاني عبان، الحكم الرابع هو السيد ساسي. ومباشرة لمباراة الرائد أولمبيا المندية الذي تنقل إلى بجاية لمواجهة الشبيبة، وتنقل أيضا عمر جمعي لتغطية المباراة. يواصل فريق أولمبي المندية تسيد الرابطة المحترفة الثانية بعدما عاد بالزاد كاملا من بجاية، ورغم أن شبيبة بجاية كانت السباقة إلى الوصول إلى شباك الأولمبي عن طريق المدافع يوسف معمار وبرأسية جميلة، كان ذلك في الدقيقة 25. هدف أخرج المدية من منطقتها وراحت تبحث عن التعادل الذي كاد يتحقق في الدقيقة 33 لما انطلق المهاجم قمار وحيدا لكن الحارس علوي بالمرصاد. 10 دقائق بعد ذلك قمار يكفر عن خطأه وبتسديدة قوية تركت الحارس علوي في مكانه. ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله. الشبيبة وبنفس عزيمة المرحلة الأولى كاد بن منصور أن يضيف الثاني لولا براعة الحارس علوي في إخراج الكرة للركنية ليرد لاكروم للمدية بهذه التسديدة التي جانبت القائم. لاكروم يعود مرة ثانية وبعمل فردي كرته هذه المرة في الشباك معطيا التقدم لأبناء التطري في الدقيقة 65. تغييرات بوعكاز والمد الجو جعل أبناء المدرب حجار يعودون إلى منطقتهم مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة، مستفيدا الأولمبي من التراجع البدني لأبناء يما غوريا بعد أسبوع من الإضراب، لتضيف المدية إلى رصيدها 3 نقاط تبقيها في الريادة بينما تتعقد أمور الشبيبة في أسفل الترتيب. اليوم هذا الأسبوع هو أصعب أسبوع مر علي كرئيس فريق أولمبي المدية منذ 7 سنوات، يعني فريق دخل في إضراب، فريق بدون أموال، يعني بصراحة الأسبوع أنا ما تمناش العدوية، ولكن الحمد لله الإدارة استطاعت احتواء الوضع وأيضا السلطات المحلية وقفوا مع الفريق بدون نسيان الأنصار وبدون أي حصة تدريبية. جينا الجاية اليوم هو فوز تأكيد فرصة كما هذه ما رطاوهاش الجوار، فريق مقابلة بدون جمهور. على العموم أنا جد سعيد بال 25 نقطة المحصلة لحد الساعة، ونظن الفريق عنده ملامح تاع البطل. واش تحب نقول لك أنا؟ لا سيتياسيون لي ديغولاس، فهمتني؟ دوك المدرب عليه ما عليه الا يقول الصح وخلاص، فهمتني؟ انا هذا الكونكوبيناج هذا كامل انا ما يعجبنيش. فوالا انا اليوم سي لا سونيت دالارم، اليوم فريمون سي لا فري سونيت دالارم. فوالا مازال اللعب مازال فيها حظ ايضا، ولكن ميتنون سي ا او دو روبروسير.
إذن هكذا هي انطباعات الرئيسان. و والله سامح لي قلت راح نقول اللي راهو الاول يشكي اللي راهو الاخر يشكي الكل يعيش دائقة مالية، لكن مع ذلك المنافسة تتواصل والأولمبي استثمر في مشاكل الشبيبة. يوسف المشاكل المادية هي السبب الأول لكل الفرق، يعني ما نكذبوش علينا، الفريق اللي ما عندهمش كل فرق تقريبا ما عندهمش أموال باش يسيروا، لكن الأولمبي رانا شفناه يعني رائد في البطولة الثانية، واليوم يعني برهن على الطموحات تاعو بالصعود، رغم أنه الرئيس يقول لك الفريق كان في إضراب قالوا ولا حصة تدريبية تنقل لبجاية، حتى شبيبة بجاية كانوا في إضراب، يعني عودوا رجعوا للتدريبات نظن 48 ساعة قبل المباراة. يعني هذه هي حالة الكرة الجزائرية، يعني بدون أموال ما فيش تسيير، حتى أنه كل يعني اللاعبين الآن يعني يطالبون بالحقوق تاعهم. نظن أنه ما بقاتش كرة كي تشوف هكذا، يعني فرق بدون أموال، خلينا نبتعد عن الحديث الفني، يدخلوا لك في إضراب، حتى المدربين ما يقدرش المدرب يحضر في لاعبين وهما في إضراب أسبوع كامل، يعني يجيك 48 ساعة قبل المباراة باش تحضر به مباراة، يعني شبيبة بجاية يعاني من الناحية المادية، وين يعاني من ناحية الترتيب، يعني راه في أواخر الترتيب بالفعل. لازم يعني يكون فيه حل باش الفريق يخرج من هذه المشاكل. المركز الخامس عشر أو السادس عشر رفقة اتحاد الحراش، والتحكيم سيد محمد بشاري، التحكيم بقيادة الحكم الدولي سيد أعراب بمساعدة السيد بيوض والسيد حملاوي، الحكم الرابع السيد ميساجي. ومباشرة لمباراة أخرى نقترحها عليكم، وهي المباراة التي جمعت بين مولودية العلمة وسرع غليزان. البداية في هذا اللقاء كانت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح المناصر مخاليف خليل الذي وفاته المنية رحمه الله. والمباراة مولودية العلمة بالضيف سرع غليزان لم ترقى إلى المستوى المطلوب. البداية كانت بهذه محاولة من معنصر، الكرة تصل إلى شباك لكن من وضعية تسلل، ليأتي رد الزوار سريعا عن طريق اللاعب دراج محمد في هذه الرأسية. نلعب الدقيقة 25 وعلى إثر هذا الهجوم عن طريق بوسيف احتجاج عناصر المولودية بحجة أن هناك ضربة جزاء. أخطر محاولة في خلال هذا الشوط كانت لصالح أصحاب الأرض ورأسية قرشوش محمد التي صدها الحارس الزايدي ببراعة، ولم تأتي باقي المحاولات بجديد حتى إعلان الحكم نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي. مولودية العلمة خلال المرحلة الثانية رمت بكل ثقلها، وأول محاولة عن طريق قرشوش محمد ثم تسديدة بعزيز خدير فوق مرمى الحارس الزايدي. قرشوش مرة أخرى في وضعية سانحة لكن دفاع سريع ينقذ الموقف. لعب الدقيقة 76 احتجاج مرة أخرى لعناصر مولودية العلمة على حاكم المباراة والمطالبة بركلة جزاء. المحليون يواصلون الضغط على الدفاع السريع لكن ميباركي كان في وضعية تسلل، وفي وقت بدل الضائع وآخر فرصة عناصر مولودية العلمة طالبوا مرة أخرى بركلة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0 لمثله. جينا بها نفوزوا بالمقابلة بكل صراحة، نظرا لوضعية الخصم قلنا إذا كان من ناحية المعنوية إذا كان نقدر من البداية نحاول نسجل هدف ربما راح المقابلة تكون عندها مسار آخر، ولكن ضمن اليوم شفنا فريق مولودية العلمة يعني كان صارم و يعني قاوم بكل إمكانياته. اللاعبين تاعو يعني داروا مجهودات كبيرة للفوز، وضيعنا فرصتين أو ثلاثة في الشوط الأول، كان كنا مسيطرين على المقابلة وكانت عندنا ضرب الجزاء في الشوط الأول وواحدة في الشوط الثاني ما تحسبتش، هذه ما على باليش كيفاش. وإحنا بعد هذه المقابلات المتتاليين تاع الخسارة الفريق دخل في واحد كانوا بسيكولوجيين ماهمش ملاح، اليوم تحروا وعندهم كانت عندهم الشجاعة وإيزون أونفي دو غاني الماتش، والله غالب حلفناش الحظ.
إذن مولودية العلمة أدت ما عليها في هذه المباراة رغم التعادل، وسريع غليزان يواصل هو الآخر الصراع على الريادة والبوديوم، خاصة لو نتكلم على سريع غليزان أمل الأربعاء العائد في الجولات الأخيرة وداد تلمسان وأولمبي المدية، المباراة تلعب وتخمم في المنافس ربما. هذه الفرق اللي تلعب الصعود دائما يعني تلعب المباراة تاعها وتشوف يعني النتائج الأخرى، لكن المهم هو أنه أنت تربح المباراة تاعك، ما تحوش على الفرق واش يعني النتائج تاعها. أنت كي تربح المباراة تاعك يعني تتأكد بأنك يمكن لك أنك تصعد، لكن كي تلعب وتشوف يعني المباراة الأخرى يعني بعض الأحيان يعني يمكن يأثر شوي على الفريق، لكن الفرق اللي يعني حابه تصعد لازم انها تفوز تقريبا بكل مباريات تاعها داخل الديار، ويعني وترجع باكبر عدد ممكن من النقاط خارج الديار. طيب خبير التحكيم سيد محمد بشاري يقف مره ثانيه، يعني فيه لقطات محل نزاع، فيه لقطات محل نزاع واحتجاجات. هذه اللقطه الاولى اللي كان فريق العلمة طالب بضربة جزاء، إذا تلاحظوا هذه باش نفهم اللاعبين من الآن، هناك وضعيات طبيعية تاع اليد، اللاعب كي يجي يسقط لازم يرتكز على يده، لازم يده كي يرتكز عليها تكون مع الأرض، ما يقدرش يرجعها للور باش يزيد في الحجم تاعو. إذا تشوفوا باللي وضعية اللاعب إذا يرجع هيكل رجع الصورة وقف هنا حبسها هنا، إذا تشوفوا الوضعية تاع اللاعب اللعب راه هكذا، راه في سقوط وراه هكذا، تعتبر هذه وضعية طبيعية لليد لأن الكرة راهي في الأرض ماشي في السماء، وكان جات في السماء وارتطمت باليد هنا ضربة جزاء، الكرة راهي في الأرض ارتطمت بمرفق اللاعب اللي ساقط في الأرض، هذه تعتبر غير حاجة طبيعية، لا وجود لضربة جزاء في هذه الحالة. إذن الأمور واضحة بالنسبة لهذه اللقطة ولهذه المباراة، وهذا ما وصلنا لحد الساعة من صور خاصة بمباراة الرابطة الثانية. قبل أن نعطي النتائج الكاملة سيد عز الدين بن ناصر، الآن أنتم صح في الرابطة الأولى، لكن من دون شك عندكم عين في الرابطة الثانية، بعض اللاعبين المميزين وأيضا تابعوا ربما أحوالها بصفة عادية جدا. طبعا الرابطة الثانية راه فيها فرق اللي كانت في القسم الوطني الأول وكان في الرابطة المحترفة وفرق عريقة ومستويات كبيرة، خاصة وداد تلمسان كذلك أولمبي المدية وكذلك الأربعاء اللي صعد دائما تكون مفاجأة لبعض الفرق اللي تكون في اللي تطلع من الهوات مباشرة تروح للرابطة المحترفة الأولى، يعني فرق كبيرة وراح يكون صراع كبير بين الفرق. أنا نتنبأ لو تبقى الأحوال كما هي وداد تلمسان وأولمبي المدية راح يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى، زايد هناك زوج فرق أخرين اللي يكونوا من الفرق الأخرى. ولو أنه يبقى الحديث عن الصعود مبكرا جدا لأنه نحن فقط في الجولة 11 للرابطة الثانية، نذكر فقط نتائج إذا كان ممكن هيك النتائج الكاملة، لكن نقرأ فقط النتائج اللي ما شاهدنا الصور تاعها. جمعية وهران كانت فازت بهدفين لهدف على جمعية الخروب، وأولمبيا رزيو تعادل بهدف لهدف أمام أمل الأربعاء، وويدات تلمسان فاز بهدفين دون رد على اتحاد الحراش. هذه هي النتائج الكاملة، الترتيب ونتائج وبرنامج الجولة القادمة سيكون على النحو التالي. ومباشرة إلى المحترفية الأول ونتائج الجولة التاسعة التي لعبت يوم الأربعاء، والتي لعبت منها 8 مباريات كاملة ما عدا مباراة نادي بارادو اتحاد بالعباس، المباراة أجلت لارتباط بارادو بالمنافسة القارية في كأس الكاف. والبداية ستكون بالرائد شباب بلوزداد الذي استقبل واستثمر في مشاكل وفاق سطيف، والتعليق كان لمحمد جمال. الفاق محاولة من سعيود، المرور من سعيود، مرة سعيود خطيرة وصعبة، سعيود يحاول في انطلاقة، سعيود يحاول يقدم كرة مباشرة، يا سلام جالبية
المرحلة الأولى في انتظار التنفيذ من جحنيت. جحنيت ينفذها إلى يسلام العارضة برأسية من الدفاع بالهجوم إلى ركنية. يقول الحكم في كرة أخرى سيتم التفاهم عليها بين الثنائي ثابت وسعيود. سعيود أرضية بين أحضان الحارس على غير العادة طبعا. يخلف مطوي جحنيت. جحنيت للوفاق في الشباك. لا كرة صعبة والتغطية الدفاعية تفوق اللي بوشار مبدأ الأفضلية. يقول الحكم البحث عن بالأحوال صعبة صعبة والحارس سعيود باتجاه القائم الثاني من هنا جانبية. سعيود بكرة أخرى بينية حوالا من بالأحوال ثابتي ثابتي والحارس عرضية لشباب بلوزان بولخوا البحث وإله رأي مرفوع وضعي التسلل في الكرة الثانية. في الكرة الأولى لا وجود لوضع التسلل. في الكرة الثانية محاولة بالرأس موجود في وضع التسلل. توزيع الكرة داخل منطقة العمليات. يا سلام الحارس والدفاع في الكرة الثانية. قابل الثقة والتدافع ممنوع. سعيود بالرأس يا دفاع صعبة وخطيرة. هاي الكرة ملعوبة داخل منطقة العمليات بالرأس العريضة تنقذ مرمى الحارس خضيرية. محاولة المرور سويبع يحط الكرة الصعبة تغموم انقسام من هناك على حارس يحاول الدفاع يسجل. غير معقول غير معقول. الكرة الصعبة الكرة غريبة وعجيبة. شباب بلوزداد يتمكن من الوصول إلى الشباك ولكن بكرة عكسية بكرة من دفاع الوفاق في شباك الحارس خضيرية. استياء كبير من جانب الوفاق وعناصر الوفاق وأنصار الوفاق. لا أحد كان يتوقع. ونهاية المباراة بصافرة الحكم السيد بوخالفة. ونهاية المباراة جمال كانت لصالح شباب بلوزداد. كلاسيكو جميل شاهدنا الكثير من اللقطات لكن شباب بلوزداد تواجد في أحسن أحواله إبراهيم والوفاق في أسوأ أحواله أيضا. شباب بلوزداد مع الاستمرارية ويعني والانسجام يعني من الموسم الماضي وحتى يعني هذا الموسم تقريبا نفس التشكيلة نفس المدرب يعني الاستقرار في الفريق هو اللي خلى يعني هذه النتائج الإيجابية تتواصل. والوفاق استنجد بوفاق المدرب التونسي نظن أنه المشاكل الإدارية اللي عدى منها الوفاق من بداية الموسم خلاته يعني اليوم يعني ما قدرش أنه يواصل في النتائج السلبية ما قدرش أنه يخرج من هذه النتائج. لكن نتمنى أنه فريق كبير أنه يخرج من يعني من هذه المشاكل اللي عنده يعني أنه عنده لاعبين وعنده فريق لكن النتائج ما تتواصلش يعني حتى أنه في الجولات الماضية شفنا أنه المدرب مدوي راح رجع يعني المناصرين غير راضيين يعني هذه الأشياء يعني ما خلاتش الفريق يعني يخدم في أجواء مناسبة للكرة تساعد على. لكن اليوم يعني شباب بلوزداد شفناه بلي يعني فريق يعني عنده طموحات باش يفوز على الاقل باللقب الشتوي ثم الحديث ايضا ربما عن اللقب بالنسبه لهذا الموسم في اطار التنافس الذي ستعرفه الجولات القادمه. طيب التحكيم السيد محمد بيشار. تحكيم مقابله ادارها الحكم الدولي بوخالفه بمساعده زرهوني والحكم الثاني بن علي. الحكم الرابع سيد قاسم. طيب سنعود أيضا للحديث عن نجم مقرى بعد لحظات فقط ابقوا معنا خاصة أنصار النجم وسنتوقف عند مباراة أخرى لعبت هذا الأربعاء لكنها لم تكتمل المباراة من دون شك. الكل يعلم أن مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر توقفت. كيف كانت الأجواء ولماذا توقفت؟ الزميل سعيد بالعز يفصل. على غير العادة نبدأ مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر من حيث انتهت.
هكذا خرج حكم المباراة السيد أحمد بوزرار بعد تعرضه لمقذوف أو حجر طائش في الدقيقة 65 من الشوط الثاني. صور تسيء لسمعة كرتنا التي أصبحت تتربع على عرش كرة القدم في القارة السمراء. قبل انطلاق المباراة كان كل شيء رائعا وجميلا، فالمدرجات تكلمت بالأخضر والأسود بالنسبة لاتحاد بسكرة، وبالأحمر والأخضر بالنسبة لجحاف الأنصار المولودية الذين تنقلوا بقوة إلى بسكرة. سير المباراة منذ ضربة انطلاق الشوط الأول تميزت بلعب نظيف، وأولى المحاولات كانت لصاحب الأرض بواسطة بوفلغة ردت عليها المولودية على مناسبتين وكادت تباغت الحارس بوسدر. تكافؤ في اللعب وفي صنع الفرص من الجانبين، وكان السيد هذه المرحلة من جانب الاتحاد سيسي محمد مختار بتحركاته السريعة، ومن جانب المولودية شعال فريد بتدخلاته الموفقة. جمهور البسكري تمتع بعروض شبانه الذين كان وراءهم مدرب محترف اسمه نذير الكناوي الذي أجل عملية جراحية لوالده بسبب التزامه مع فريقه في هذه المباراة الهامة، فوفى إشباله بعروضهم الهجومية والدفاعية أمام فريق متكامل مولودية الجزائر لتنتهي وقائع المرحلة الأولى بالتعادل الأبيض دون تسجيل خطأ من الحكم الذي كان موفقا في تسيير المباراة. الشوط الثاني دخله ابناء الزبان بعد نصائح الكناوي نذير ما بين الشوطين، والذي أعطى لهم تعليمات باللعب في منطقة الخصم وتنويع التحرك على الأجنحة مع تشديد المراقبة على مكمن الخطر جابو عبد المؤمن، فأتت الخطة بثمارها وشلت محاولات المولودية بالرغم من محاولتين ساخنتين عن طريق درارجة وليد والذي لم يكن محظوظا في المحاولتين. رد اتحاد بسكرة بواسطة دخية حاتم، ومباشرة المولودية ترد بواسطة السريع الكاميروني روني إيفا، وهنا جابو أغلقت عليه المنافذ. فكانت مباراة جيدة نظيفة ونجح فيها تكتيك المدرب الكناوي نذير. بعدها لنشاهد صور الموسم الجميل التي صنعها أنصار الاتحاد، فكانت لوحة تشكيلية لا تحتاج إلى رسام. الصور رائعة والأمسية مضيئة، ومدرجة تسونامي تكلم بألوان اتحاد بسكرة، لكن هذا الجمال قتلته الدقيقة 65 حينما تعرض حكم اللقاء السيد بوزرار أحمد إلى مقذوف أو حجر طائش أصابه في الرأس، فتوقفت المباراة لخمس دقائق لتقديم الإسعافات للحكم، ولكن يبدو أن الإصابة كانت تتطلب شيئا آخر، فغادر طاقم التحكيم الميدان إلى غرف تغيير الملابس. اللاعبون بقوا على أرضية الميدان وانتظروا 25 دقيقة، لم يدخل طاقم التحكيم إلى أرضية الميدان. التحقنا بعدها وطلبنا تصريحا من السيد الحكم والمحافظين عن أسباب توقيف المباراة، فاعتذروا بعدم التصريح بحجة واجب التحفظ، لكن أعلمونا أن الحكم طبق المادة 5 من قانون كرة القدم بند الحكام، والتي تقول إذا أصيب أحد الرسميين إصابة كانت واضحة أو خفية فبإمكان الحكم توقيف المباراة بصفة نهائية. والرسميون هم حكم الساحة، المساعدان، الحكم الرابع، ومحافظ المباراة ومحافظ الأمن. إذن التغطية لي الزميل سعيد بلعز. لن نتوقف عند الجانب الفني إبراهيم زافور، لأنه كل شيء كان جميلا إلى غاية الدقيقة 65. توقف معك سيد بن ناصر، والله صور نحن أبطال إفريقيا، ومن دون أبطال إفريقيا لن نريد أن نشاهد العنف في ملاعبنا، خاصة وأنه ما فيش داعي. يعني ما عندنا، ما يخبلكش أن التصريحات حتى نتاع اللاعبين أو مسيرين مولودية العاصمة كانت يعني قالك استقبال كان في مستوى بحفاوة كبيرة، بحفاوة كبيرة. المقابلة كانت يعني رياضية لأبعد الحدود، حتى التعادل يرضي اتحاد بسكرة حقيقة، لأن مولودية العاصمة أمام الرائد تنقل بصفة رائد حقيقة، يعني فريق متكامل جدا مولودية العاصمة. والدليل على ذلك النتائج نتاعو، ربح في الصاورة، ربح في مولودية وهران، ربح في بارادو، يعني كل النتائج نتاعو كانت تدل على أنه فريق بطل.
يعني الشيء هذا يعني واحد مناصر يعني ما عرفوش حتى شكون حتى الناس اللي كانوا معها كما يقولوا ما حبوش حتى تشوف مثلا في اوروبا مقابله نتاع اللي تضرب نيمار بموزه في الناس كل جبدت عليه وخلاته هذا بموزه فما بالك بحجره اذا هذا الناس كانوا هما اللي بلغوا على الشخص هذا لانه افسد عرس وافسد الحفاوه هذا الاستقبال تاع اهل بسكره اللي يعني معروفين بهذا الشيء هذا مسرح حتى شيء في بسكره نتمنوا هذه الاشياء المناصر هذا واللي في الزد على الفريق نتاعو كما احنا العام اللي فات ثانيه شفتوا واش صرا بالمناصرين هذا اللي يقول لك احنا نحبوا الفريق وهذا شيء نتاسفوا له كثير ونتمنوا ما يحدث في الملاعب مرفوض مرفوض. طيب سيد محمد بشاري سيكون لنا في ختام المباريات الرابطه الاولى فترة تحكيمية لكن توقفوا فقط عند تطبيق القانون بالنسبة للحكم. رباعي التحكيم كان بقيادة بوزرار المساعدين كادام وبوفاسا والحكم الرابع السيد رحمين يعني الحكم طبق القانون وكان أصابه المقابلة جت في أمور في ظروف جيدة أكثر من جيدة المناصرين كسوسوا بسكرة ولا مولودية العاصمة كانوا في المستوى كما قال لك عمل معزول لمناصر واحد أفساد عرس كروي جميل جدا في منطقة مميزة وأنصار مميزين للاتحاد بسكرة صرامة القانون والعودة إلى أصولنا الطبيعية خاصة أن الصور كانت جميلة ورائعة ومميزة فوق المدرجات وعلى أرضية المستطيل الأخضر. سنأخذ الوقت أيضا لنتوقف للحديث عن اتحاد بسكرة وما يحدث في هذا الفريق الأزمة المالية وأزمة النتائج سيكون لنا هذا الموضوع من إعداد سعيد بلحس. الوضعية المالية لاتحاد بسكرة صارت هاجسا لدى المسيرين الطاقم الفني والأنصار على حد سواء فما هي الأسباب يجيب السيد بن عيسى فارس رئيس الفريق والإكيب راهي تعاني من مشكل مادي هذا الشيء اللي راهو صدر المتعب الإكيب ومتعب لنا كون بريزيدون ومتعب كاع الناس الأنصار كل وهذا الإكيب هذه ليكيب تاع الصحراء حنا نمثلوا الصحراء بس كتمثل الصحراء مي نشوف ناس واحد اخرى وناس دي ليكيب اخرى عندها دي سبونسور وبسكرة كاع ما عندهاش حتى سبونسور واحد تريكو فارغ نداء للوزير الاول ولا الناس الوزير الشباب الرياضه يشوف فينا. من جهته المدرب نذير الكناوي الذي كان وراء صعود الفريق الموسم الماضي إلى القسم الأول يتكلم عن الوضعية الصعبة للفريق. الموسم بديناه بصعوبة لأنه العام الخاص يعلم الديون اللي كانت على الفريق ما كانش ينجم يستقدم لاعبين دونك مع لي زيفور اللي دارهم رئيس النادي والمحبين تاع الفريق والسلطات يعني وين قدروا يوفروا سيوله ماليه اللي مشاو بها الفريق في بدايه الموسم بصح السيوله الماليه هذيك راحت اكثر منه المستحقه تاع الناس اللي تسال من قبل كي تشوف لاعبين من الموسم اللي فات الموسم هذا 8 أشهر ما تقاضاوش حتى شيء صافي بوكو. من جهتهم الانصار غير راضين عن الوضعيه الماليه الصعبه التي يمر بها الفريق ويطلبون من الجميع التدخل لمد يد المساعدة للنادي في هذه الظروف. ربي خلينا أخونا بن عيسى أخونا فارس اللي راهو فوق الطاقة نتاعو المخلوق ملقاش كل يقف موراه وقفوا موراه حابين حاجة لهنا برك ما حابينش ثلاثة ولا حابين حاجة فريدة برك صونا تراك ولا كاش حاجة ولا هذا ما كان برك فريق راهو تعبان بزاف. ليكيب في حالة بريزيدون ما عنده صور رجال اعمال في بسكره ما كانش ابصه لهنا الارجيري قالت لك نجي ندعمك ما كانش مسؤول ضرب علينا يروح يجيب لنا ارجيري. كبلديه عدنا دعم سواء في الميزانيه الاوليه او في الميزانيه الاضافيه لازم مشاركه رجال المال والاعمال لازم مشاركه المواطنين في حد ذاتهم. نطلب من السلطات المحليه والمقاولين خاصه ارباب العمل باش يعاونوا الفريق هذا لان الفريق راه يمر في مرحله صعبه. نقول فريق المجاهدين فريق اتحاد بسكرة وفريق كبير عيب نعود نلعب في الناسيونال اون مايو فارغ ما عندي والو عيب شوفوا شويه فريق الجنوب راهو فريق ممثل الجنوب الكبير اكبر منطقه صناعيه في على مستوى الجزائر. نطلب الشعب يدعم رئيس فريق هكذا هي إذن الأجواء في بيت اتحاد بسكرة مشاكل كبيرة تخلينا نشاهدوا عدم وجود نتائج براهم
المشاكل دائما ترجع للمال يوسف، وهذا يعني بسكرا عندهم ملعب يعني يلعبوا في داخل الديار على غرار مقرا اللي راهم يلعبوا خارج الديار، يعني كل مباريات خارج الديار تقريبا نفس المشكل المادي يعني لكل الفرق الجزائريه. يعني هذا راجع ثاني ما فيش استثمار يعني للتكوين يوسف، لانه كل موسم كل تقريبا كل الفرق تستقدم 14 15 لاعب، يعني حتى انه ما سددتش الديون تاعها السابقه، يعني تزيد تجيب لاعبين يعني ما تقدرش يعني تزيد تدفع لهم الاجور تاعهم. يعني هذا شيء مشكل كبير يعني في البطوله الاولى المحترفه ولا الثانيه، يعني هذا لازم يعني لازم تكون فيه يعني حلول استعجاليه باش هذا الفرق يعني تكون من الناحيه الماديه مرتاحه. طيب هذا الشيء خليني نعود ايضا ربما نتوقف عند التحكيم حتى نفتح المجال للحديث عن او التحكيم كنا تكلمنا عليه في المباراه. اذا نفتح مباشره المجال للحديث مع السيد عز الدين بن ناصر. الكل يتكلم على الدائقه الماليه اللي تعيشها ربما الجزائر ككل كازمه اقتصاديه، ثم الانديه البعض يطالب بسبونسور، البعض يطالب، لكن تكلموا ايضا على شيء اخر مش عارف لا تشطرني الراي، انه لازم كل فريق منذ بدايه الموسم يحدد يعني طموحاته بالنسبه للموسم، لازم المناصر يفهم اننا نلعب في هذا الموسم على البقاء فقط، او ربما على البقاء باريحيه، او ربما نلعب على البوديوم، او نلعب على المركز الخامس. ما تحس او ما تتصورش انه ما فيهش يعني ان كوميونيكاسيون او تواصل بين الإدارة وتحديدها للهدف والأنصار؟ نتكلم على نجم مقرى خاصة. لا، ما احنا الهدف نتاعنا ضمان البقاء بزاف علينا وبزاف علينا كما يقولوا. لماذا؟ لأن احنا حبينا ولا كرهنا ما كانش عدالة في التوزيع الإعانات. احنا كل ما يقول لكش هذه سوناطراك وهذه مدار وهذه كذا وهذه مثلا الآبار وهذه إلى غير ذلك اللي تمول الفرق. احنا فرق جزائريه وهذه كلها اموال الشعب كما يقول، هي الحقيقه اللي نقولوها. لماذا؟ لان احنا لو كانت عداله كما يقولوا في توزيع الاعانات، احنا نقترحوا مثلا تجي الرابطه المحترفه الاولى تخص لها مثلا 30 مليار او 40 مليار للفريق الواحد، وتجي الرابطه الثانيه مثلا تخلص لها 15 ولا 20 مليار. كل هذه الاموال اللي راهي موجوده تصرف على اربعه او خمس فرق يستفاد منها كل الفرق الجزائريه، وتشوف مثلا يتحدد الصالير وحده، هل مثلا كاين اللي راح يتخصص ليدي 40 مليار هل يقدر يستخدم لاعب 300 مليون في الشهر؟ ما يقدرش. لماذا؟ لان الاعانه راح محدوده. اذا كل هذه هنا مباشره يتحدد الصالير وحده، لانك او عندك هذه 40 مليار وما نزيدش نعطيه. اما مثلا انت تقول لي مثلا فريق في خمس سنوات يصرف 560 مليار، يعني صبوا له 560 مليار، اذا وغير هذا فريق مثلا، وفريق مثلا عنده 350 مليار كل موسم. اذا هذه اذا احنا نتكلموا مثلا اتحاد بسكره والله يقول لك ما كانش. اذا كان هناك فريق اللي عندها زوج سبونسور ولا ثلاثه في التريكو وانت ما عندك سبونسور، اذا كيف راح تنافسوا؟ اذا احنا في الرابطه المحترفه الاولى، هل البطل في الجزائر اللي راح يدي شامبيونا مثلا في الجزائر عنده حوافز مالية؟ ما كانش. بالفعل شوف مثلا في اوروبا مثلا البطل في الشامبيون مثلا في البطوله الانجليزيه يدي 200 مليون اورو، اذا هذا حافز. اذا انت كيفاه انت راح تلعب على بطوله وما عندكش فيها حافز اللي راح يخليك تلعب على بطوله؟ طيب السيد بن ناصر، حتى ربما نوصله ربما في هذه النقطه، وانت تتكلم كثيرا بالمقارنه مع نادي اخر مع نادي اخر، لكن لو نتكلموا انتم كفريق في الرابطه الاولى، مطالبكم كنت تكلمت لي وعددت لي المشاكل قبل قليل، من دون شك تريدون مؤسسه لتمول الفريق، مؤسسه عموميه، شيء مفروغ منه عبرت عليه بكل صراحه. الان ايضا فيه اشياء اخرى لست ادري ما هي اللي تخلينا ما نشاهدوش النتائج بالنسبه لنجم مقرى. طبعا احنا الهاجس الاول نتاعنا هو عصب الحرب، مثل هو عصب الحرب هي الامكانيات الماديه، لان الفريق النجم مقرى امكانياته معدومه، لان حتى مثلا جيو البلدية ليست محدوده، معدومه. لماذا؟ لان الاعانه تاع مثلا تكلم على بلديه الجزائر كل عاجزه ماديا، ولايه المسيله من افقر البلديات على من افقر الولايات على المستوى الوطني، يعني هذه الحقيقه. مثلا يجي يخصص لك مبلغ مالي تلقاه مثلا ما يتعداش، تجي البلديه بولايه مجاوره كما البرج مثلا نشاهدوا 6 ملايير ونص كذا الى غير ذلك اعانات تاع فريق. مره اخرى تكلم لي بالمقارنه، انا حاب نهضر على راني جايك مثلا تجي احنا مثلا نجم مقرى يلعب في 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 ملعب ويدرب في ملعب، الملعب يعني احنا كون نجيو الملعب درك نجيو نشوفوا الملعب تاع مقرى ما نقدرش نلعبوا فيه حتى 2021،
هذه تصرح بها على المباشر طبعا لحال لماذا الاشغال متوقفه دروك تجي تقول لي مثلا راح شهرين ثلاثه يوجد الملعب هي الاشغال متوقفه نتاع مدرجات احنا راح نخدموا في اسمنت ماناش راح نخدموا في بالفعل. في حط طارطو وهز طارطو طارطو 15 20 يوم شهر يوجد اذا هذه اشياء الشيء اللي مثلا هذه مثلا تاع مثلا مثلا مسؤول مثلا احنا مثلا عندنا ربع شهور فريق صعد وربع شهر حنايا يعني ندرب ونلعبوا خارج الديار ولا مسؤول ولا منتخب جانا زار الملعب وزارنا احنا للتدريبات مكان لا مسؤول ولا والي ولا سلطات ما نذكروش لان الوالي هذا مانيش نجامل والله كذا جا جديد يعني ما عندوش مثلا 20 يوم كذا يلملم روحه ويشوف الامور يطلع على مشاكل الولايه ويشرف عليها وغيرها يعني رغم انه لازم له فرصه لازم له وقت بالفعل داير مثلا حوايج يونيفورم معنا مثلا تاع نحوسوا نلعبوا في راس الوادي صالات الى غير ذلك امور الى غير ذلك ولكن نعطيه له فرصه ان شاء الله نتمناه هذه اشياء اللي مش موجوده مثلا احنا وعدنا عند نهايه الموسم وعدنا باه يكون هناك اعانات تاع رجال اعمال وكذا ولكن حتى اللي كانوا مثلا اربعه او خمسه اللي عاونونا العام اللي فات انهكوا تعبوا زائد على ذلك الازمه اثرت عليهم الازمه الماليه نتاع البلاد اثرت على هذم رجال الاعمال طيب سيد بن ناصر من خلال كل هذا نفهم انه مطالبكم ماليه 100% لكن لو نعود من الناحيه الفنيه فريقكم هل يمكن ان ينافس في هذا الموسم من ناحيه اللاعبين من ناحيه التاطير الفني من ناحيه المدرب من ناحيه الاداره اللي هي مهيكله بطريقه تسمح لكم انكم تنافسوا في الرابطه الاولى شوف احنا من ناحيه الاداره من جيك الاداره مهيكلين ما عندناش مشاكل ما عندناش ديون في الطاس يعني هذه رجال مجلسات الحمد لله يعني صافي ما عندناش من ناحيه النادي الهاوي للمحترف ما عندناش مشكل جينا شركه وطنيه تلقى على طبق من ذهب نقدموا لها الفريق ما عندناش مشكل قال لك ديروا تعهد مع الاتحاديه باش تجي شركه وطنيه تسير الفريق درناه بالتزام ثاني ما عندناش اشكال نكونوا ما نكونوش احنا مسيرين الفريق ما عندناش اشكال يجي المهم الفريق هذا يبقى في الرابطه المحترفه او يكون فريق عنده الامور احنا نتمناو مثلا هذا تكلمنا على الجانب الاداري بالنسبه للجانب الفني بعد قدوم المدرب يعني خزار يعني الفريق بدات المعالم نتاعو تبان درنا مقابلات في المستوى في عين مليله مع مولوديه العاصمه وشكون اللي دار نتيجه مع مولوديه العاصمه احنا درنا معاه التعادل يعني خارج الديار احنا نقولوا لعبنا خارج الديار في اثنين بطعم الفوز ودبنا درنا مقابله في المستوى مقابله لبس بها دار عمل جبار رجع الروح للاعبين كانوا لاعبين اللي مثلا جبناهم حتى من الهوات يعني وقدر هو يرزنع فيهم الروح وصبحوا لاعبين كما يقولوا احنا يلعبوا تيتولير كما يقولوا اساسيين ولكن هذه الاشياء اكل لازم يرافقها الجانب المالي لازم يرافقها الجانب المالي وكذلك لي سيبورتير يحوطوا الفريق ما بقاش هذه كاينه احنا عندنا بعض الاشياء اللي الجهويه وبعض النعارات وبعض الامور هذه وهذه الامور هذه كلها يجب ان تتلاشى وان تزول تتلاشى لازم تتلاشى كل أنا وراء الفريق انا راني بريزيدون تاعي كي بندافع على نجم مقرى ما عندي حتى هدف اخر هذا هو الهدف تاعي اننا يبقى الفريق في الرابطه المحترفه الاولى اذا قدرنا اذا مثلا الفريق سقط للرابطه المحترفه الثانيه انا ديما نقول انا في الفائده لماذا احنا مش نهايه العالم مش نهايه العالم هذه كره القدم بالفعل ومثلا نشوف مثلا كي تجي مثلا تراعي القبه تراعي الفرق اللي راهي هبطت حتى من تزعزعت من الرابطه الاولى للرابطه الثانيه اتحاد البليده وراهي في الهوات لكن الفريق لازم كما يقولوا من اخطائه يتعلم من اخطائه ولكن حتى انا راني نقولها من على هذا المنبر انا دايرين جمعيه عامه يوم الثلاثاء ان شاء الله جمعيه عامه استثنائيه لدراسه وضعيه الفريق ونتمنى يجي واحد يشد الفريق يجي واحد يقول عز الدين بن ناصر يا اخويا اسمح لنا خلينا يا اخي الفريق نسيروه ونعطيوه له على طبق من ذهب وزد حتى الديون اللي عند الفريق نشدوها حنايا ما نعطيوه حتى نعطيوه الفريق بالحمل جمل بما حمل طيب سيد عز الدين بن ناصر هنا فتحت لي ربما المجال مباشره لعوده لي الحديث عن الاستقاله اللي كنت قدمتها مؤخرا لكن خلينا شي سسبنس ساعود اليك لانك متحدث جيد يمكن انه تفضل ابراهيم في عجاله حتى نضبط لو تسمح لي انا شفت يعني فريق مقرى يلعب في بدايه الموسم نظن انه عنده لاعبين يعني حتى العمل اللي قام به نظن هادي خزار قبل هادي خزار كريم الزاوي يعني رغم نقص الفطره للتحضير يعني قدر انه يحصل على نظن سبع نقاط ست نقاط
فوزين يعني، لكن كان نظن انه المشاكل الماديه لحقت الفريق اللي خلاته يعني تعطل النتائج الايجابيه. بالفعل كريم زاوي كنا التقينا في اكثر من مره ونبلغ له ايضا هو الاخر التحيه. طيب سيد بن نصر، وش رايك نشوفوا المباراه امام اتحاد الجزائر؟ سنتوقف عند هذه الصور الخاصه بمباراه نجم مقرى واتحاد الجزائر. النجم كان قد استقبل اتحاد الجزائر وخسر المباراه بهدفين لهدف. المباراه كانت هكذا بهذه الطريقه، زواري كان يفتتحها باب التسجيل بلقطه فنيه جميله جدا وبمجهود شخصي وفردي، ثم فيه ضربة جزاء كانت لاتحاد الجزائر والضربة نفذها محيوس وسجل الهدف الثاني، هدف التفوق. وفي الدقيقة 91 وقبل الصافرة النهائية أو صافرة الختام، النجم عاد وقلص النتيجة من عن طريق أقول زياني الذي سجل هذا الهدف. إذن شاهدتك لما شاهدت الصورة الخاصة أو اللقطة الخاصة بالهدف الأول لزواري، أنا ربما تكلمت على الطريقة الجمالية لزواري، أنت تكلمت على الشارع اللي كان في نجم يعني نقص خبرة نظن المدافعين وحتى يعني اللي لعبوا في وسط الميدان، لأنه اللاعب كي يدي كرة يعني ما باليش أنا 30 و 40 متر، يعني المفروض أنه الأول اللي يلحق ليه يقدر يعني يعمل عليه خطأ باش يقتل يعني يقتل الفرصة وما تكونش يعني هدف، ما تكملش الفرصة تفضل. كان سبقتها خطأ يعني خطأ قبل ضد اللاعب نتاعنا اللي ارتكب عليه خطأ، لكن اللاعب الحكم خلى الأولوية ولا الأفضلية، لا مش مبدأ الأفضلية، فوت يعني فوت لينا، ما كانش لازم يرجع الفوت لينا، هذا خطأ لينا. اللاعبين توقفوا، لاعبين وسط الميدان المهاجمين توقفوا تماما، لأن لو كنت تنظر لبداية اللقطة من الأول كان اللاعب حوالي 20 متر فوق الصندوق، مشابه الزواري حوالي 40 متر. بعد اللاعبين عندما هو عاد قرب لمنطقة العمليات ما قدروش، لأنه هو ديجا دخل كما حتى المدرب نتاعنا قال كولوار، إذا هذا خطأ، ولكن الحكم ما نحملوش المسؤولية، لأن المفروض يعني بدون صافرة الحكم اللاعب هذه الخطأ اللي ارتكبه اللاعب كان يعني بدون تصفير ما كانوش يحسوا يعني ما فيش خطأ، المفروض أنه اللاعب يتواصل، ما كانوش يتفقفوا. رغم اني ماشي نشكك في الحكم لانه حكم في المستوى يعني حكم آية عمر، وهذه روح رياضيه من حقيقه سيد يعني حكم في المستوى يعني ربحنا معاه وخسرنا معاه وكذا الى غير ذلك، حكم في المستوى يعني. اذا من المفروض ما نمدش الكلمه للسيد محمد بشاري، هذه حق الشرعي. لا هذه فقط النكته. تفضل سيد محمد حكم بشاري. صح حكم مميز السيد ايتامر المساعد السيد سمسوم والسيد العقاب الحكم الرابع السيد ساولي، وصح حكم مميز، وكان لي شرف انه كان حكم رابع معايا في اخر مقابله، بالنسبه لي حكم مميز. درك اللقطه اللي يتكلم عليها احنا هذه الصور اللي وصلتنا تقدير فقط تقديريه بالنسبه للحكم، لكن اللاعبين تاع مقرى كانوا يعني كما نقولوا احنا نايف في اللعب تاعهم، كانت لا نايفتي عندهم يعني، هذه هي كره القدم. اتحاد الجزائر بنتائج ايجابيه خارج الديار، يعني بعد الفوز داخل الديار ضد البرج انا نظن انه استرجع بعد الخساره امام مولوديه وهران، يعني خساره ضد مولوديه وهران لكن اي خساره لا رباعيه، لكن نظن بعد الفوز ب 3-0 ضد البرج نظن انه استرجع يعني القواه واسترجع شويه ديك لا كونفيونس يعني اللي كانت غايبه في الفريق، رغم انه نظن مقرى فريق مقرى يعني شفته يلعب يعني كان فريق عنده إمكانيات، لكن نظن أنه ما هوش يلعب داخل الديار، هي السبب المشكل الأول لأنه يلعب خارج الديار، يعني ما تكون نقدر نقول أنه ناقص هذيك شوية الضغط ولا لابريسيون تاع الملعب اللي تكون حافز للاعبين فريق مقرى. بالفعل وفي بعض الأحيان خسارات تخليك أنك تدارك فيها الجو المباريات يعني اللي بعدها. يوسف كي تلعب خارج يعني كانك تلعب خارج ديار، يعني كي تلعب يعني خارج ديار تكون حافز للخصم، يعني الفريق اللي يجي يكون يلعب بأريحيه، لانه يعني يلعب يعني يلعب خارج 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 الديار. يمكن حتى للنجم انه قلت في بعض الاحيان الخساره تكون ايجابيه، اتحاد الجزائر كان خسر برباعيه امام وهران ثم فاز بالثلاثيه والان يفوز امامكم، ايضا ربما النجم هو الاخر، ربما في بعض الاحيان حتى الخساره يعني ما نحشموش منها طبعا ما نحشموش من الخساره، لان رغم اننا يعني كما يقولوا في المقابله هذه
ما نستاهلوش الخساره تماما، حتى التعادل كان ما يرضيناش لان ضيعنا فرص عديده جدا وكنا مسيطرين على كل اطوار المقابله. هناك يعني الجانب الفردي او لبعض اللاعبين خاصه زواري اللي دار مجهود لاباس به، وكذلك عندهم لاعبين حقيقه يعني وخاصه في الهجوم اللافي وغيرهم من اللاعبين اللي كانوا في المستوى المطلوب. احنا ياك تعرف واحد يلعب خارج الديار حتى اللعاب تاع نقولوا حتى العدو اللي سيبورتير يشكوا في اللاعبين مش مخوش تريكو انا كون جاي يلعب في مغرم مش بالطريقه هذه ياك تعرف الضغط وغيرها من تاع اللاعبين ثاني اثرت علينا. تلعب في ميدان وتدرب في ميدان وغيرها من الامور هذه اللي اثرت علينا، ولكن ان شاء الله بتضافر جهود الجميع ان شاء الله نتمنى الناس يوقفوا مع الفريق هذا، لان الوين وين راح تندم؟ تندم من بعد. يقولوا في المثل الشعبي ندامه تجي من بعد، تجي من بعد. وانا هذا اللي مانيش حاب ندم عليه، نديروا لينيفور اللي نقدروا نديروها، نديروا اللي علينا كمجموعه كانصار كرجال اعمال كسلطات كمسيرين. نتمنى كذلك الوالي ينظر لنا كذلك لان هو اللي مثلنا، وزيد نقولها ونعاودها كذلك الدوله الجزائريه كذلك وخاصة وزير الشباب والرياضة اللي راهو من القطاع وراهو رياضي ويفهم وشين هي الرياضة. نتمنى نتكلم على مشروع المؤسسات بالنسبة لجميع الفرق، هذه هي وحوايج بزاف في ملعبنا احنا ما نقدروش نلعبوه حتى في الملعب نتاعنا حتى بالأشغال اللي راه موجودة. نتمنى ولما لا يديرونا زيارة سيدي الوزير الشباب والرياضة لولاية التمثيلة ويزورنا المقرى ويشوفوا المعاناة اللي رانا نعانيوها، حتى اللي جان تاوعنا ليسبوار هاك شوف يدربوا في التيف يدرب غير في أرضات يطلع. ترابية يعني غير مقبول، غير مقبول تماما الشيء اللي راه موجود عندنا. طيب سنقترح عليكم الآن مباراة أخرى لعبت لصالح هذه الجولة التاسعة عن الرابطة الأولى، وهي المباراة التي جمعت أهلي البرج ومولودية وهران. المباراة انتهت بهدفين لهدف، الأهلي هو الذي كان سباقا لتسجيل الهدف الأول عن طريق دراوش بضربة جزاء مثل ما نشاهد، وكانت في الدقيقة 42. ثم المولودية عادت وعدلت النتيجة بفضل الملال في الدقيقة 82، ثم هدف لناجي في الدقيقة 91، وعاد الفوز لمولودية وهران بهدفين لهدف. ونستمع الآن استجوابات ما بعد اللقاء. باختصار نظن المقابلة تاع اليوم في البداية عرفنا بلي راح يكون لقاء صعب، بعد خروج سانا المقابلة الأخيرة في بارادو وين هزمنا في ميداننا ضيعنا 3 نقاط وجايين عند فريق خارج من 2 انهزامات. دونك حنا جينا اليوم مع بداية المقابلة درنا يونيكيب كيقول لك باش كنت أكثر دفاعية باش نسيو باش نحبسوا بعض الشيء هذاك الهجومات تاع فريق تاع البرج. وكنا هما 45 مينيت نحاولوا كيفاش نسيروا هذا الشوط الثاني يكون مغاير. اللاعبين تاعنا سور بلون مونتا كانوا شويه مقيوسين لكن بالتدريج دخلوا في المباراه. الحاجه الاولى اللي نقولوها نتاسفوا للجمهور تاعنا، نتاسفوا للفريق تاعنا وين فقدنا التركيز في لحظه وين في غفلنا وين ما لازمش نغفلوا، ما يعني مالوريزمون اون با سو جيري الهدف اللي سجلناه، ما عرفناش كيفاش نتحكموا في 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 لي زيموسيون تاعنا وين مده وهران عدلوا النتيجه. و يعني مالوريزمون اشاك فوا نقولوا كي ما تقدرش تربح سي باش ما تخسرش، مالوريزمون وين خدينا الدوزيام بيت هذاك وين كي ما تماركيش ثاني كي ماركيو لك باسكو 1-0 كنا رابحين اون افي اون اوكازيون باش نماركيو 2-0 وكيما نقولوا نكملوا المباراة، ولكن الله غالب يعني عدلوا لنا النتيجة لمدة وهران وسجلوا لنا هدف يعني قاتل في وقت القاتل يعني خلاص في اخر انفاس المباراة. إذن مولودية وهران كانت أمام حتمية الفوز في هذه المباراة والعودة لسكة الانتصارات، وهو ما كان بعدما استثمرت في مشاكل بين قوسين أهلي البرج أيضا. أهلي البرج راهو في سلسلة نتائج سلبية يعني نظن تعثرين داخل الديار وانهزام قاسي معاش قاسي يعني لأنه صمد لمدة 80 دقيقة في اتحاد العاصمة لكن النهار في الدقائق الأخيرة. هذا الشيء يعني يخليه
من الناحية البسيكولوجية من الذهنية يخليه يتأثر، لكن مولودية وارن بهذا الفوز نظن رجع للمرتبة الثالثة، يأخذ يعني في المرتبة الثالثة يتخليه يطمح يعني في هذا البطولة، رغم أنه الفارق يعني 7 نقاط بينه وبين شباب الوزداد، لكن يعني فيه طموح، يمكن أنه يطمح وهو شيرر ربما يحفزه في الجولة القادمة. التحكيم سيد محمد بشاري، الحكم الفيدرالي السيد بوسليماني بمساعدة راشدي، وبالبشير الحكم الرابع سيد قريش. والآن نقترح عليكم ملخص مباراة نصر حسين داي شبيبة الصورة بتعليق كريمة عثمان. النصرية تبدو من هناك يبحث عن الحل الفردي، ثنائية توغل صعبة صعبة، أول أخطر فرصة لفريق نصر حسين داي، سيدي زكريا من جانب شبيبة الصورة يتصدى وينقذ مرماه، أين يضعها؟ أي زاوية سيخترع بواقي؟ لا، كانت أرضية في نهاية المطاف، لم يكن بواقي ولكن سعد هو الذي كان سيد الموقف، وحاولت ممتازة ممتازة صعبة خطيرة، والدفاع يبحثون عن كرة في العمق، كرة في العمق، كرة في العمق، هنا صعوبة خطيرة لشبيبة الصورة مع العمري، تسديدته لم تكن قوية، لم تكن قوية، وسالة بين أعضاء بشلف عماد. ثاني شفنا أنه قدور بالجلالي ارتفع المستوى تاعه وتمكن أنه يحتفظ بالكرة، يعطي كذلك كرات حاسمة في بعض الأحيان للهجوم شبيبة الصورة. وهنا المتعة وهنا البراء، أنا عجبتني المراوغة على فعل ذلك اليوم، غائب خليفي دار بالكرة في لقطة فنية ممتازة، هنا الخطورة، هنا الانطلاقة من زيدي، توغل زيدي، سدد زيدي، والدفاع بعد هذه الكرة، بعد هذه الكرة، بعد هذه التسديدة، تسديدة لشبيبة الصورة، والعانس بن شلب عماد، وفوز لإرادة وإصرار شب وإرادة وإصرار شباب نصر حسين داي هو الذي جعلهم يفوزون على شبيبة الصورة التي تعودنا على نتائجها الإيجابية داخل الديار وفي خارج الديار أيضا. يعني الانهزام هذا نظن أنه الصورة ما يخليه يفقد المرتبة الثالثة، لكن رغم يعني النتائج الإيجابية اللي دارها، أما الفوز للنصرية يعني فوز ثقة، فوز للاعبين شبان، خاصة بعد هذا المدرب رزقي رومان، يتخليهم يعني يكون عندهم ثقة في المستقبل. التحكيم سيد محمد بشار، التحكيم الحكم الدولي المخضرم، وأحسن صورة كانت نهاية المقابلة بالابتسامة تاعو سيد عبيد شارب بمساعدة بولفلفل، وبن حمودة الحكم الرابع سيد تيزي زور. وإلى المباراة ما قبل الأخيرة التي جمعت بين شبيبة القبائل وأيضا جمعية أمل عين مليلة، والتعليق والتغطية لعبد الحفيد شايب. ومحاولة لصالح فريق أمل عين مليلة، والهدف الأول، والهدف الأول لصالح شبيبة القبائل، الهدف الأول كان من اللعب، المهم أن اللقطة كانت جميلة جدا، والهدف الأول يتسجل في الشوط الأول بعد محاولة والتوغل داخل منطقة العمليات والتسديدة القوية، تسديدة كانت قوية، والحارس بولطيف رغم الارتماء نتاعو لم يجد حل لهذه الكرة. سي عمار ومحاولة من سي عمار، أرضية، وكاد يعدل النتيجة، كاد فريق أمل عين مليلة أن يعدل النتيجة. بنواب أوقاسي، أوقاسي بن شريفة، بن شريفة فتحة ناحية حمرون، انطلاقة سريعة سريعة جدا لصالح حمرون داخل منطقة العمليات، يحاول يفتح، والهدف الثاني كاد يكون الهدف الثاني. طبعا غضب من مدرب السيد فيلود، تمشي للصيام كرة لفريق أمل عين مليلة في محاولة بنبوط، شوف ضيع فريق أمل عين مليلة هدف رائع، يعني من المفروض أنه كان يسجل هدف، ولكن هذه كرة قدم. الحمد لله يعني هذا منذ السنة الماضية وين شرفنا مع الزميل أخ عزدين على الفريق، يعني حاولنا نلعبوا البقاء، والسنة حضرنا يعني الفريق الدعم بعناصر يعني لبس بها،
الفريق راه يقدم كره جميله، لذلك كنا نتمنى ونكملوا اليوم نتيجه ايجابيه، نرجعوا للديار حتى بنتيجه التعادل لحساب الاداء اللي تاكد الاداء تاعنا اليوم، ولكن للاسف كانت ما عندناش الحظ حتى في الشوط الثاني اللي اديناه على اكمل وجه، ولكن للاسف خسرنا المقابله، ولكن ربحنا الاداء تاعنا واللاعبين، يعني الثقه هذه اللي راح تزيد لنا التاكيد في المباراه القادمه ان شاء الله. الشوط الاول ادينا مقابله لاباس بها، كنا واهي. الشوط الثاني بعد واحد 15 دقيقه و 20 دقيقه رجعنا له. هذه من الناحيه النفسيه اللاعب، هذا من الناحيه الذهنيه اللاعب ما كانش، كان خايف ان الفريق يسجل عليه، هذه اللي خلاتنا نتراجعوا. مي كانت عندنا هجومات معاكسه، كنا نجمو نسجلوا اكثر من هدف، لكن بكل صراحه نشكر الفريق الزائر فريقين مليله، ادى مقابله في خاصه في الشوط الاول، الشوط الثاني ادى مقابله لاباس بها، هذا اللي تخلي احنا بهذا الفوز هذا ان شاء الله نوجدوا احنا المقابله الماجيه مع بلعباس ونحضروا كما ينبغي باش نعاودوا نرجعوا في البطوله. حاليا عندنا 13 نقطة، هذه اللي تخلينا نستريحوا شوية. وروح رياضية فيها التصريحات، العلامة الكاملة للفريقين. الجمعية إذن ما تحشمش بعدها الخسارة، والشبيبة عرفت تفوز بالنقاط الثلاث. فوز هام وثمين اللي يخليها تلتحق بال يعني مرتبة ثالثة مع مولودية وهران والثورة وحتى اتحاد العاصمة. يعني حتى ما يخفلكش أنها خارج الديار وبدون جمهور. طيب التحكيم سيد محمد بشاري بقيادة سيد عوينة بمساعدة سيد كيشيدا وعوينة الحكم الرابع سيد بالكبير. ونختم ملخصات المباريات بلقاء مباراة أو لقاء أقول جمعية الشلف وشباب قسنطينة والتغطية لمسعود شيشة. جمعية الشلف كانت تهدف لتحقيق الفوز الثالث حتى الآن، أما شباب قسنطينة فيسعى للانتصار الرابع أو على الأقل تفادي الهزيمة الرابعة بحكم سفره إلى مدينة الشلف. مباراة عرفت إثارة كبيرة وفي المقابل فرصا قليلة من الجانبين. الفريق المحلي حاول أن يصل إلى المرمى لكن بدون نتيجة، وهذه واحدة من المحاولات عن طريق جهل. زاوي عاش ضغطا كبيرا في هذه المباراة بحكم قيمة ومستوى وسمعة المنافس الذي كان أحسن في عموم المباراة خاصة في مرحلتها الأولى، وكانت له هذه الفرصة عن طريق بدبودة. الشوط الأول انتهى كما بدأ بتعادل فريقين. الشوط الثاني أول وأخطر فرصة كانت فرصة الهدف عن طريق عبيد الذي سجل الهدف الأول لشباب قسنطينة في الدقيقة 36. فريق جمعية شلف رمى بكل ثقله وكان له ما أراد، حيث تمكن من معادلة النتيجة عن طريق اللعب بن قابلية في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل. التعادل هذا هو الثالث لجمعية شلف والرابع لشباب قسنطين. والمباراة إذن انتهت بالتعادل بهدف لهدف. شلف في سلسلة من النتائج المتذبذبة، والشباب قسنطينة هو الآخر في سلسلة من النتائج المتذبذبة يريد أن يعود لسلسلة النتائج الإيجابية. يعني الشلف بعد الفوز داخل الديار وخارج يعني وخارج الديار يعني خفق المرة ضد الشباب، يعني اللي رجع بنقطة ثمينة لقسنطينة. طيب مباشرة سنتوقف عند فقرة التحكيم مع خبير التحكيم السيد محمد بشاري فيما يخص كل ما شاهدنا من مباريات. تفضل السيد محمد بشاري. يعني راح نسلط الضوء على بعض المحطات التحكيمية، وإن كان هناك جدل وكلام على هذه، ونوضح للمشاهد الكريم يعني الحلول والقرارات التحكيمية الصحيحة والخاطئة وكيف تفاديها. ومباشرة مع اللقطة الأولى سأحاول أن أضغط عليك سيد محمد بشاري. هذه مقابلة وفاق سطيف شباب بالوزداد لهنا في هذه اللقطة، دوك يعاود اللقطة وقف لهنا، وقفها لهنا لهنا. إذا تلاحظوا لاعب وفاق سطيف كان هناك دفع من الوراء في ظهر لاعب شباب الوزداد، وهنا ضربة جزاء لصالح شباب الوزداد. الشيء الملاحظ والكلام اللي يتقال هنا، الحكم لم يرى هذه اللقطة، لأن الحكم في هذه اللقطة راه يشوف في ظهر التمركز تاعو، زاوية الرؤية تاعو كان الأحسن، كان يجي لهنا كان يشوف زاوية الرؤية كانت أصح بالنسبة ليه لاتخاذ القرار الصحيح. ضربة جزاء لصالح شباب
بالوزنات. مباشرة إلى اللقطة التي تأتي مباشرة بعدها. اللقطة الثانية اللي كان فيها تمركز الحكم جيد. لاحظوا وقف وقف. شوفوا الذراع تاع اللاعب، الذراع كيكون طالع يكون هكذا، لما يعني الذراع تاعي بعده عن الجسم هذا يسمى حركة زائدة، يعني تضخيم الجسم. اللاعب شوف واش دار، أطلق سيد هيكل أطلقها، ارتطمت الكرة باليد، ضربة جزاء لصالح شباب الوزداد لم يعلن عليها الحكم. مباشرة إلى اللقطة التي بعدها هيكل وقف وقف الكرة. الشيء اللي تكلمت عليه ونعاود نتكلم عليه، قرار الحكم هنا صائب. لماذا؟ ردة فعل خطأ من بين الأخطاء 12 تاع الكرة، لكن ردة فعل لاعبي شباب الوزداد، أنا نقول دائما للاعبين لازم كاين طريقة تاع الاحتجاجات، طريقة حضارية بكلام مع الحكم، لكن ليست بهذه الطريقة. هذه مش طريقة تاع الاحتجاجات، تعطي صورة سيئة على كرة القدم الجزائرية. كان ممكن واحد أو اثنين يروحوا يتكلموا مع الحكم. اللقطة الأخرى، طيب مباشرة إلى اللقطة الأخرى، إذا كان ممكن هيكل حتى نحاول أن نقدم الحكم في هذه الحالة أعطى بطاقة بطاقة حمراء للاعبين، لاعب وفاق سطيف ولاعب شباب الوزداد، لا يمكن الحكم على هذه القرار. هذه ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح شباب لصالح برج بوريريج. شوفوا اللحظة، لا وقف وقف لهنا، وقف لهنا. شوف لاعب برج بوريريج استحوذ على الكرة، كان راح ينطلق. لاعب مولودية وهران لمس اللاعب في الظهر، خطأ من بين الأخطاء، ضربة جزاء لصالح برج بوريريج. إذن ضربة الجزاء شرعية وصحيحة. الشيء الإيجابي أن أي ما فيش ولا ما فيش احتجاج، ما فيش احتجاج. مباشرة إلى اللقطة اللي بعدها، نصر حسن داي، هذه اللقطة كنا هنا، اللاعب خوالد شوفوا الرجل تاعه في الأرض لم يلمس بتاتا لاعب نصر حسن داي. حكم ممتاز عبيد شارف، الحاجة المميزة لنظرا للتجربة تاعه لم يعطي بطاقة صفراء لهذا اللاعب لنظرا للخبرة تاعه، لأن هذا اللاعب حاول التحايل على الحكم والحكم لم يعطي له بطاقة صفراء. قرار صحيح، لا وجود لضربة جزاء، لا وجود لضربة جزاء. لقطة أخرى، اللقطة دوك تشوفوا اللقطة، وقف الكرة، شوفوا وقف هنا، هذه أعتقد شبيبة القبائل، جماعية شبيبة القبائل. كي تشوف اللاعب اليدين وراء الظهر أكثر من هذا الشيء، اللاعب ما يقدرش ينزع يديه، وضعية طبيعية لليدين، لا وجود لضربة جزاء، لا وجود لضربة جزاء. إذن اللقطة الموالية، اللقطة الموالية لقطة نجم مقرى واتحاد الجزائر، الرئيس هنا أمامي قال لي ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء صحيحة لصالح اتحاد العاصمة، عرقلة من اللاعب واضحة، ضربة جزاء صحيحة أعلن عليها الحكم. أي تعمر. إذن هذه اللقطة المعادة، ونكون بهذه اللقطة قد وصلنا إلى نهاية الفقرة التحكيمية. خبير التحكيم السيد محمد بشاري، شكرا جزيلا لك. لا زالت دقيقتين سيد بن ناصر، راح نعطيها لك لربما الحديث عن نجم مقرى ومستقبل نجم مقرى. هل أنت مستقل أم لا، وفيه جمعية عامة يوم الثلاثاء؟ طبعا الجمعية العامة يوم الثلاثاء هي اللي راح تقرر. تمنوا مساندة الجميع، تمنوا وقوف السلطات المحلية، السيد الوالي جي شو يديرونا زيارة، نتمنى ما تفوتش الجمعية عامة كما مال فوتت الجمعيات العامة اللي فاتت، يعني بدون كما يقولوا بدون اهتمام. يعني نتمنى من الناس كل جي تحضر، تشوف الوضعية تاع الفريق، كل واحد يقدم المقترحات ونشوف الطريقة اللي يقدر يساعد بها الفريق. طبعا رجال الأعمال، سلطات، جمهور في مقرى، يعني محبي الفريق إلى غير ذلك، حتى أخي مش محب الفريق تجي تطلع تشوف وضعية الفريق أرواح. نتمنى من الجميع يكونوا حاضرين، نتمنى نلقاو حلول لهذه المشاكل اللي رانا نتخبطوا فيها، نتمنى وكذلك سلطات خاصة معالي الوزير يعني ينظر لنا احنا كبقية الفرق، لأن احنا نحسوا برواحنا محقورين، وإحنا إن شاء الله رانا دائما في خدمة النجم، موجودين كمسيرين ولا مش موجودين، يحتاجونا يلقاونا إن شاء الله. وهذا هو الشيء اللي نخليه حاجة يهدر عليها التاريخ ويهضروا عليها الاجيال المستقبل ان شاء الله. خلاص هكذا ما نش حنقول لك الا راك مستقيل ولا لا، لا اصلا حضورك هنا يجاوب الكثير من التساؤلات. طيب نختم بالنتائج الكامله للجوله التاسعه من الرابطه الاولى، الترتيب والجوله القادمه.
إذن المباريات انتهت والشوط الثالث وصل هو الآخر إلى نهايته، والموعد سيتجدد نهاية الأسبوع إن شاء الله. في الأخير نشكر كل من إبراهيم زفور محلل التلفزيون محلل البرنامج، شكرا جزيلا لك. خبير التحكيم السيد محمد بشاري، شكرا جزيلا لك. وشكر خاص أيضا لعز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى على التنقل وعلى إفادتنا بكل ما قدمته، شكرا جزيلا لك وشكرا على التواصل. والشكر موصول أيضا لهيكل قاسمي بلمسته الخاصة الكابتن كما جرت العادة، وأيضا اللمسة أيضا لرشيد مكيداش كما تعودنا. والشكر موصول لكل زملائنا في استوديو رقم واحد، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.